السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة هتكلم على الإيد في الأمثال الشعبية. الإيد في الأمثال الشعبية يتقال فلان ده إيده ماسكة، إيده ماسكة يعني بخيل قليلا، يتقال فلان ده إيده فرطة يعني مبذر شوية، يتقال إيده مخرومة يعني مبذر إلى حد ما يعني مبذر، يتقال فلان ده إيده طايلة، إيده طايلة يعني ذو قوة وسلطان ويقدر يعمل حاجات كتير، يتقال فلان ده إيده طرشة. ايده طرشه يعني لما بيضرب حد بيبقى يعني تقيل شويه في الضرب. يتقال ايدي على كتفك، ايدي على كتفك يعني هيا نتشارك مع بعض او نساعد بعض، ايدي على كتفك يلا تعالى ساعدني. يتقال مثلا حطيت ايدي على قلبي، ايدي على قلبي يعني كنايه على الخوف او الرهبه. يتقال مثلا ايدك معايا، ايدك معايا يعني اتفضل ساعدني. بيقال تسلم ايدك، تسلم ايدك يعني شغل جميل جدا وانك انت يعني احسنت في هذا العمل، تسلم ايدك. او يتقال مثلا ايدك تتلف في حرير، يعني انت متقن الشغل اليدوي بشكل كبير جدا، بحيث ان ايديك كانها تلف في حرير او ايديك يعني تصنع اشياء جميله. يتقال مثلا ايدك منه والارض، ايدك منه والارض يعني لا طائل منه او لا فايده منه، ده شخص ملوش اهميه كتير، يعني شخص مش مهم لا يعتمد عليه. يتقال مثلا الايد قصيره، كنايه عن قله المال او قله يعني الواحد مش قادر يوصل لحاجه قدامه، يعني ايدي قصيره مش قادر اوصل لهذا الشيء. يعني يقال مثلا اللي ايده في الميه، اللي ايده في الميه يعني انت لا تشعر بيه، انت مش حاسس بيه، ان ايده في الميه غير اللي في ايده النار، في النار. يعني من في قلب المشكله ليس مثل من هو بعيد عن المشكله، فبيتقال اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. بيتقال كمان مسكني من ايدي اللي بتوجعني، مسكني من ايدي اللي بتوجعني، يعني زي ما يكون ماسك عليا شيء او ماسك عليا زله مثلا. يتقال ايدي على كتفك، يعني هيا بنا نتشارك مع بعض. يتقال ايديا متكتفه، كنايه عن عدم الحريه في ان انا مش قادر اعمل التصرف اللي ابغيه. يقال مثلا جاي وايده فاضيه، يعني ذهب الى زياره الاشخاص وهو ليس معه اي شيء هديه. وبيتقال كمان جاي ايد ورا وايد قدام، يعني برضو جاي من غير اي هديه وجاي من غير اي شيء. بيتقال مثلا ايدك على المعلوم، ايدك على المعلوم يعني اعطيني المبلغ اللي متفق عليه. والايد ليها امثال كتيره جدا شعبيه، ايدي في ايدك، ايدي على كتفك، ايدنا مع بعض، ايده ماسكه، ايده فرطه، ايده طايله، ايده مخرومه، ايدي على كتفك، حطيت ايدي على قلبي، ايدك منه والارض. الايد ليها امثال كتيره، وليها امثال كتيره في الموروث الشعبي المصري، زي الراس مثلا، عقلك في راسك تعرف خراسك. يعني ايه؟ زي ما بيقال مثلا اجتهد في اشيائك بنفسك. يقال وقعت الفاس في الراس، اي وقعت المصيبه. يقال راسي، بيتقال اسم يعني امثال كتيره عن الايد وعن الراس، واللي فيه عقل وراس يعمل زي ما بتعمل الناس، يعني افعل وتعلم مثل ما تتعلم الناس. الامثال كتير، في الامثال الشعبيه كتير، سواء عن اليد او عن الراس او العين والودن والاشياء الكتيره دي. بس انا حبيت اقول لكم فيديو فاني عن الايد. ان شاء الله هنتقابل في فيديوهات قادمه، نتقابل كل يوم في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، هنتقابل ان شاء الله غدا في تمام الساعه 8 مساء. بشكر جدا جدا كل اللي تابعوني لنهايه الفيديو، أقابلكم بكرة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.